طال ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعثر ركبنا وسط أرتال الركام إن تضاءل حلمنا أو تناثر في الزحام إن تطاول ربنا لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، حمدا كما تحب وترضى، حمدا يدوم بدوام ملكك. ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة سيد ولد آدم إلى يوم الدين. أحبتي في الله، هذا أنا محمد مختار يحييكم بتحية الإسلام، سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته، ولقاء جديد يجمعنا على الحب وعلى الخير، ويا رب دايما زي ما بقول لكم تكونوا في أتم صحة وأسعد حال. لقاء جديد النهاردة هنتكلم فيه عن موضوعنا اللي بدأناه من الحلقة اللي فاتت، دور على الخير اللي جواك، ابدأ اتحرك بشكل إيجابي. كان المرة اللي فاتت كنا بنتكلم بنقول خلي بالك من كلامك، شوف كلامك هيعمل ايه فيك ويوديك لفين. النهاردة الموضوع أكبر شوية، وعايز أقول لك خلي بالك من دماغك كلها. خلي بالك من دماغك النهاردة موضوع مهم قوي، محتاجين كلنا نقعد نفهم القصة ايه، لأن هي المحور الأساسي بتاعك، بتاع سلوكك، بتاع أفكارك، حياتك، بتاع دينك. دماغك هي أساس الموضوع، أساس التكليف ومناط التكليف. ربنا سبحانه وتعالى إداك الحياة علشان تعبد ربنا سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لا تتم ولا تقوم إلا لو كان العقل موجود، فحيثما لا يوجد العقل لا يوجد التكليف. وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، حكاية النائم وحكاية الطفل وحكاية المجنون. يبقى إذن العقل هنا هو مناط المسألة، هو مناط التكليف، هو شخصيتك، هو هيئتك، هو عبادتك وإسلامك، هو حياتك كلها. اليومين اللي فات أو الأيام اللي فاتت دي انتشر حوارات كتيرة جدا عايزة تاخدنا من العقل، عايزة تاخدنا لمواضيع كتيرة بحيث ان هي تذهب عنا العقل. الحقيقة اقول لك ان هي حاجة مش جديدة، هي نفس القصة، لكن ربما بتتغير الاسماء والاشكال. هتقول يا دكتور ده احنا دخلنا في قصص الالحاد وقصص التشكيك في العقيدة وحكايات كتيرة. الحكاية هي الحكاية هي من يوم ان خلق الله الخلق، من يوم ان امر الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله أن يسجد إبليس لعنة الله لآدم، الذي ميزه بميزة العقل، برضه خلي بالك، الذي ميزه بميزة العقل، امتاز عن الآخرين من الجن ومن الملائكة بميزة العقل. وكأن ربنا سبحانه وتعالى أمر إبليس لعنة الله عليه أن يسجد للعقل في هيئة آدم، فأبى إبليس لعنة الله عليه كما تعلمون في القصة، وبدأ الحوار قال فبعزتك لأغوينه. طريق الغواية الطريق اللي بياخد فيه إبليس لعنة الله عليه بني آدم أو الناس واحدة واحدة إلى أن يتركوا عبادته، من خلال إيه؟ من خلال التضليل، من خلال التزيين، من خلال التحوير، من خلال التدوير، من خلال طمس الحقيقة. المهم ان هو يغيب عقلك ظاهرا او باطنا من خلال ارسال ناس من الجنة والناس هيئات مختلفة. يعني هو ان اختلف او ان اختفت الجنة ليه اعوان من الناس بيقوموا بنفس الفكرة وبنفس الحكاية وبنفس الهدف، ليهم تارجت واحد وهو اخفاء الحقيقة عنك وابدال الحقيقة بامور اخرى مزيفة. من خلال ايه؟ من خلال حوارات، من خلال جدل، من خلال مناقشات. يا ترى الحكاية دي فعلا من زمان؟ طب ما تيجوا نفتش كده من خلال تحري سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ازاي كانت الحكاية؟ هنقف عند هنا وناخد متصلتنا ابتسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك انا عندي بنتي كان هي عندها ميه على المخ ثابته. نعم الو، اسمعك، تفضلي يا اختي. وخدمت لغايه ما عندها 20 سنه كانت كويسه، بس كانت بتعمل حركات اطفال يعني. وبعد كده زعلت يعني، طلبت طلب وما تلباش، زعلت وبدات تهز دماغها، بدأ ايه؟ وهي بتاخد بدات تهز دماغها شمال ويمين حركات يعني كده. من غلط. ايوه، على طول بتهز دماغها وعندها صداع. فالدكتور كتب لها دواء اللي هو تدريسون 200، وكتب لها دواء تاني اللي هو اربيربكت للنوم، بس برضه بتزن دماغها. ايوه، بتهز دماغها وعلى طول تعبانه يعني. ما هو الدواء ملوش علاقة باللي حضرتك قلتيه. طيب طب ما انا مش عارفه الحل ايه. هستأذنك تكلميني بعد الحلقة إن شاء الله، وإن شاء الله ايوه نتواصل بإذن الله، لأن الموضوع محتاجين ناخد تفصيل أكتر من القصة ونغير الدواء، لأن الدواء ده ملوش علاقة بالقصة اللي حضرتك قلتيه. طب اخد الرقم منين لو سمحت؟ من الكنترول الكنترول. أكيد أكيد. أشكر طب اتصالك، شكرا أشكر اتصالك، شكرا. أشكر اتصالك. نرجع لمرجوعنا ونقول إن إبليس تزعم الموقف في حربه على عقل آدم منذ اللحظة الأولى، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. زي ما قلنا من طريق التزيين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، شوف محاور المشاكل بتيجي فين، من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. يبقى هيجي لك من متاع الحياة الدنيا، هتتغير شكل الحكاية من موقف إلى المسميات، لكن القضية هي هي. وكنا بنقول قبل الفاصل، يا ترى هل فعلوها مع رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ وربما يسأل سائل، ومين اللي هيقدر يخش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المعتقدات؟ تعالوا نشوف مين الذي تولى حمل راية التشكيك وعملوا لها دراسات ومبادئ وفنون. اليهود. أول قضية كانت من القضايا المطروحة في التشكيك لما أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بتغيير القبلة من بيت الله المقدس إلى مكة المباركة. تعالوا نشوف القصة الأولانية دي حصل في إيه. كلنا عارفين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بعدما أسرى به أمر بالصلاة في اليهود الى البيت الحرام. الموضوع ما خلصش على كده، رسولنا صلى الله عليه وسلم واتباعه امين وغيروا القبله، وقيل انهم غيروها وهم على الصلاه، يعني في نفس الوقت at the same time زي ما بنقول. تشكيك علشان يشككوا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجودين من حملة مشاع الإيمان، هم الفريق الآخر في حكايتهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ نسمع مسامة بس، وخليكم فاكرين إن إحنا هنقف عند تحويل القبلة. مسامة، السلام عليكم. عليكم السلام. يا أهلا بيكي، أهلا بيكي. معلش يا دكتور، أنا عندي بنتين، بنت صغيرة عندها 9 شهور وكبير عندها 3 سنين. ربنا يخليهم. الكبيرة بقى يعني غيرانة جدا منها، وعلى طول يعني عياط لو انا شفتها، لو انا خدتها يعني ايه، أيوة اكلتها حتى وقفت ليها لاي حاجه. نعم. وبتكرهني. لا لا مش بتكرهك يا بسامه، هي بتغير بس، هي بتغير بس. ما هي لا هي بقى هي اتطور معاها ان هي لدرجه ان هي بقى تقول لي انت وحشه انت يعني، وانا بكرهك والكلام ده. وكده، وما بقتش بقى مش عايزه اصلا تتعامل مع اختها خالص، وعلى طول تقول لا اسمها وحشه، وتتعامل معاها باسلوب يعني وحش جدا. تمام. وانا مش عارفه اعمل معاها ايه. طب بص يا ابو سامح، احنا اتكلمنا عن حلقه الغيره كلها، راجعيها لان انا عايز فيها بالتفصيل ازاي هنعمل، وكلميني ان شاء الله يا اما بعد الحلقه يا اما على الفيسبوك، هنقول لكم برنامج تاني علشان الغيره، علشان ده موضوع مهم قوي، لان بتوصل لحالات الاذى، بيجي الاطفال احيانا بيخنقوا بعضهم او بيعملوا مشاكل في بعضهم. اشكر اتصالك، وان شاء الله تابعينا على الفيسبوك، هنكمل معاكي موضوع الغيره بتاع الاطفال. جينا بقى نرجع للقصه بتاعتنا اللي هي لما أذن ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة. ربنا سبحانه وتعالى عمل موقف عجيب هنا، بعت للنبي قبل الحكاية ما تحصل، لأن الحوار هنا بيشير النبي
بيشير ربنا سبحانه وتعالى النبي ان هيحصل كده. قال له ايه؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. خلي بالك ان الحوار الفكري الجدلي اللي كل الناس بيشتغلوا بعض فيهم وياخدوهم من الحقيقه، هو عايز ياخدك من الحقيقه. سيد النبي قال امين وصلى خلاص الموضوع انتهى، لكن هو ما خلاش الموضوع انتهى، وده اللي بيحصل معاك واللي بيحصل معاكي، واللي عايز يحولك من عمليه كذا ويقعد يناقشك ويقول لك ده لا كذا، هو البخاري صحيح طب فيه كذا طب النبي قال كذا، بيشككك في الثوابت، بيشككك في الثوابت. امه الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك اتفضلي. كان في شيء عاوز اقوله. اتفضلي. اولا في اي شيء لازم نشوف ايه هو سبب واساس الخطا، اي خطا مهما كان، ده اول شيء. الشيء الثاني ان لو كان في مليون قانون قطعي يعني مش ممكن يعني ابدا، مش ممكن ابدا يحل محل القانون الداخلي اللي بنزرعه بالدين والتنشئه السليمه. تمام كده. ليك سؤال تاني؟ اشكر اتصالك. مصطفى السلام عليكم. يا مصطفى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا مصطفى، ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ دايما يا حبيبي ربنا يعزك. بص يا دكتور، كنت اخويا مش هينفع ابص لكن اسمع يا مصطفى. نعم؟ هسمع مش هبص. نعم يا فندم؟ قول يا مصطفى. تمام. انا اخويا كان بس حصل له عمليه اختناق بالغاز مره في سنه قبل كده، يعني من كام سنه كده. تمام. وعالجناه طبعا بجلسات اكسجين، خد 50 جلسه اكسجين. حلو. وبعد كده هو دلوقتي بيعمل حاجات يعني اكنه مخه صغر، يعني جسمه مش على يعني مش على قد عقله، سلوكياته اصبحت اقل من سنه. ايوه تمام 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 تمام. يا مصطفى ربما خد اكسجين زياده عن اللزوم. طب مصطفى لو سمحت كلمني بعد ما خلص الحلقه اشوف خد كام وحده اكسجين ووصلنا لغايه فين ان شاء الله. كلمني بعد الحلقه. تمام. طب ممكن اخد الرقم؟ طب من اخواننا في الكنترول. ماشي شكرا دكتور. العفو حبيبي. خلاص قلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خد الامر. انا بقول لك ايه الحكايه دي عشان تخلي بالك من عقلك، خلي بالك من دماغك، عشان هم شغالين على دماغك من يومهم، من يوم ما ابليس عملها وحمل الرايه اليهود. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. ايه اللي خلاهم سابوا قبلتهم؟ يوم ربنا هنا يرد نيابه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو ملاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لما يقول لك كده قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وبعدين هم بقى يجوا يقولوا ايه؟ يبداوا في خلق الحوار الجدلي بغيه منهم ان يزعزعوا ثوابت اصحاب رسول الله. خلي بالك من الكلمه دي قوي. عايزين، انا مش عايز اقول يزعزعوا ثوابت رسول الله لانه مش هينفع، لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عايز اقول ايه اللي وراه. ودي مشكلتك دلوقتي، كله عايز يشتغل على دماغك عشان ياخدك من هنا، يغطي لك ده بحاجه، يعمل لك حاجه، يدخلك، المهم يدخلك في حوار غير حقيقي. جم يعرضوا المساله على اصحاب سيدنا النبي، قالوا لهم ايه؟ طب انتوا غيرتوا القبله ليه؟ طب لو انتوا كنتوا صح الاول على القبله الاولانيه ولا انتوا صح دلوقتي؟ طيب لو انتوا صح دلوقتي انتوا كنتوا غلط الاول؟ ولو انتوا، شوف بقى الجدل، شوف السوفسطائيه المركزيه في اعمال تشويش للعقل علشان تعرف انت مستهدف من مين وانت مطلوب لمين تعمل ايه. خلينا فاكرين الكلمتين دول كويس قوي. خلاص يقعد بقى. وبعدين قال له حكايه تانية قوي. طب الصلاه اللي انت صليتها قبل كده اتحسبت لك ولا ما اتحسبتلكش؟ راحت عليكو؟ يا اولاد الذين، يا اولاد الذين. امه الله السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. انا كان في سؤال عاوز اقوله. اتفضلي يا اختي. هو اذا كان في موقف مثلا يعني اللي بيقتضي الموقف دوت ان هو يكون في يعني يكون في مثلا احساس بالالم مادي او حتى نفسي، بس انا ما لقيتش الكلام دوت، يبقى سببه ايه؟ ما لقيتيش الكلام ده؟ يعني ايه ما لقيتيش الكلام ده؟ يعني ما لقيت احساس بالالم المادي ولا النفسي حتى. وانا مش فاهم سؤالك يا امه الله. بس طب ممكن اقول الموقف بصراحه؟ طب اتفضلي. كان في يعني كنت بعدي جنب عربيه واقفه على جنب الطريق،
ف جت عربيه بسرعه وعدت على رجلي، فانا ما حسيتش باي الم او حسيت مثلا حتى بغضب او ضيق او اي حاجه يدل ان الموقف يعني ان هو حصل اصلا. طيب قصدك انت ليه ما حسيتيش بالالم؟ ايوه، وليه حتى ما كانش في اي، حتى من جوايا ما كانش في اي رد فعل. حاضر. خصوصا ان انا كنت يعني ما بين الاثنين، ما بين العربيه واقفه واللي هي عدت على رجلي. وصل كده السؤال، اشكرك. وصل السؤال، اشكرك. تمام، عليكم السلام ورحمه الله. هو بسرعه كده هيكون اما انك انت عندك عمليات كتير عقليه شغلتك حتى عن الالم، وده الانسان لما بيشغل عن الالم بحاجة أهم من كده بيحصل. ساقوا قالوا لهم إيه؟ قال لهم إيه؟ ابتروها وأنا أصلي، لأن هو في حالة أكبر بكتير من حالات الألم، إما يكون عندنا لا قدر الله التهاب في الأعصاب، ويا ريت تشوفي موضوع التهاب في الأعصاب ده، بس هو الشغل الشاغل اللي أكبر من الواقع أحيانا يفصل إنسان عن الواقع الخارجي. الواقع الداخلي لما بيكون في غضب او كذا او متامل مع الله بشكل قوي جدا فممكن يفصله عن الواقع الذي يعيشه. خلاص، فقام قالوا بقى يدخلونا في نقاش، بقى دخلوا المسلمين في نقاش وخدوا كل حبه لوحديهم. هو انتوا طب ربنا عمل معاكم ايه؟ هو انتوا كنتوا الاول صح؟ طب انتوا هيعمل معاكم ايه؟ طب كذا كذا، حوارات كتير جدا بغيت منهم ان يزعزعوا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كان برحمته قال عبارات عجيبة. سيقول مين؟ السفهاء، السفهاء من الناس. فالسفيه هنا عايز ياخدك بشكل تدريجي الى ان يخفي عنك الحقيقة او يحور لك الحقيقة او يغير لك الحقيقة او يبدل لك الحقيقة او يزور لك الحقيقة من خلال الجدل. في النهاية ليه؟ حتى متفاعل مع الله. مش هيحصل ده ان شاء الله. خلاص، لذلك يمنعنا الدين ان ندخل حد جوانا يكون مش شكلنا، مش على ديننا، مش على طريقتنا. انتم كلكم ما تصاحبوش حد مش شكلك، ما تصاحبش حد مش لونك، ما تصاحبش حد. انا عايز اقول لك ايه، هتقولي طب ما احنا لينا اصدقاء مسيحيين او كذا او كذا، صاحبه مفيش مشكلة، وما منعنا من ذلك، لكن لا تستدخله إلى داخلك. يعني إيه؟ ما تخلوش جوه زي البطانة كده، ما تدخلوش جوه، خليك من بره، علشان هو ليه سكة وأنت ليك سكة، مفيش داعي إن تتجادل فيها وتقوم تحصل مشكلة، لأن البعض ممن حملوا راية التغيير المقصود اللي هم أتباع إبليس اللي هو من الجنة والناس، هدفهم الاساسي ان هم يغيروا لك الفكره، فما تدخلوش الى حدود معينه. طب ليه يا دكتور؟ لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان لا نستدخل الاعداء الى دواخلنا فيزيفوا لنا الحقائق. ما تفتحلوش السكه، ما تفتحلوش عقلك، ما تفتحلوش قلبك. ويمكن بره ان شاء الله خلي بالك من قلبك، بس دلوقتي خلينا نخلي بالك من عقلك. ربنا هنا بيقول لك في المنطقه دي ايه؟ يا ايها الذين امنوا اسمع، لا تتخذوا بطانه. يا الله على التعبير، ما قادر المولى سبحانه وتعالى كان يقول لك شيء ظاهري بره، لكن بطانه كلنا عارفين البطانه اللي هي من جوه، اللي هي يتبطن بيها شيء او تبقى من جوه من ناحيه البطن. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ بلاش تاخد حد تدخله جوه. منين يا رب؟ وليه يا رب؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم. واسمع، من دونكم دي من دونكم في اي شكل؟ مش شكلك، مش سمتك، مش صلاتك، مش صلاحك، مش لازم يكون بس من اعدائك، لا، حد هيغير طبيعتك، حد هيغير فكرك، مش شكلك اصلا ما ينفعش يمشي معاك، مش هيوديك المسجد، مش هيعينك على صلاحك، ده ياخدك يجر خطوة خطوة. ليه؟ من دونكم هنا انا اعتقد والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم ان يكون مش شبهك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله
فلينظر احدكم من يخيل. قال انا هعرفك من صاحبك ده. فهو قادر ان هو يغير لك او من زي ما انتوا تقولوا يلعب لك في دماغك علشان قصه. يوم ربنا سبحانه وتعالى هنا يحذرك ويقول لك يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دينكم من دونكم لا يألونكم خبالا. وانا نفسي اقف بما اني متخصص في هذه المنطقه وقفه طويله قوي قدام عباره خبالة. وهو الخبل اي يوازي، احنا بنعرفه كده في الصحه النفسيه والطب النفسي، الخبل يوازي العته العقلي. لا يألونكم خبالة، يعني هو عايز يبذل جهدا علشان يوصلك لمساله الخبل. مساله الخبل ايه؟ هي مساله عدم الرؤية العقلية. ليه عايز دي عايز توديني في عدم الرؤية العقلية؟ علشان اشيل منك مناط التكليف. طب وبعد ما تشيل مني مناط التكليف اسحبك زي ما انا عايز. اقعد كل ارقص ما تغمضش عينيك اوعى تحول، اوعى تقول، اوعى تعمل، اثر، احلق الى اخره. وضحت الكلام؟ ودوا ما عنتم يتمنوا عليكم العنت، يتمنوا عليكم ان تكونوا في موقف متعنت. خلي بالك من دينكم، تاخدوا موقف ليه كده؟ هو يحصل ايه؟ لا انا ما ينفعش، اصل مش عارف ايه. المهم هو بياخدك بالطريقه. قد بدت البغضاء من افواههم، كلام طالع. ايه اللي انت عامله ده؟ انت شكلك كده يا عم، انت هو انت ايه اللي انت عامله؟ ما تحلق كده حلقه بنك وتروق دماغك. وايه اللي انت عاملاه ده؟ انت لابسه خيمه؟ ايه الكلام الفاضي اللي انت عاملاه ده؟ ما تظبطي نفسك كده شويه، ما تطلعي بس. طب طلعي شعرتين، طب اعمليها اسبانيش، طب اعملي مش عارف ايه، طب اعمل قصه الديك، طب اعمل مشيه الكلب، طب في النهايه هو مرتب لك سكه، وكل سكه من اللي بيقولها لك تخالف رسولك. خلي بالك يقول لك احلق حلقه الديك وهو القزع، اعملي اللي هو الاسبانيش او البتاع الكبيره كده. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها دي، ايوه كلنا عارفين، كاسنمه البخت، صنم الجمل، عامله لها صنم جمل. طب مش عارف ايه، طب ضيقي شويه، طب ما ينفعش انت ماشيه مرهرطه في الهدوم ليه كده؟ كاسيات عاريات. كل حاجه بيقولها لك من اللي هو بيحطها لك تحت ال كلها بما يوازي ان تمتنع عن ما قاله لك رسولك، وان تتعنت او تاخذ موقف العنت، موقف العداء من دينك او ما ارسل الى حبيبك محمد. قد بدت البغضاء من افواههم، بيقعد يقول لك اهو اعمل يا عم بقى، كبر دماغك، ما انت فيها ايه لو عملت، فيها ايه لو عملت ده، ما الناس كلها بتعمل. ودي الكلمه اللي بتجري على لسان كل اولادنا وبناتنا دلوقتي. خلي بالك من كلامك، خلي بالك من عقلك، خلي بالك من اللي بيحطوا لك السم في العسل. وما تخفي صدورهم اكبر، عباره نقف امام اجلال ربنا سبحانه وتعالى وقفه كبيره. وما تخفي صدورهم اكبر، ده اللي طالع ده، السم اللي في اللسان ده شويه بسيطه قوي من اللي جوه، من اللي هم موكلين بيه، من اللي هم اعد لهم ابليس علشان يخشوا في فصيله من الجنه والناس. يقوم يدخلوك بقى زي ما احنا عارفين دلوقتي في قضايا زي قضيه الالحاد، ويقوموا يطلعوا تابع من اتباعهم شكله مسلم، لكن يعني انا لا يعني انا مش محل ان انا اقول ده مسلم ولا مش مسلم، ولكن جاء بقضيه من قضايا الزعزعه كلنا احنا عارفين. يطلع واحد وينزل واحد كدمى العرائس الميرونيت، ان كل ده بيطلع وده ينزل، ده يتحرق يطلعه واحد تاني، مش هيبطله. ما هو ابليس لعنه الله قال في بعزتك، وانت اللي امنت بالله وبرسولي قاعد مسلم دماغك. ومره يقول لك طب ايه يعني، ما احنا ننشر الجنسيه المثليه، ويقول لك لون البتاع ونلاقي الناس لونت ونلاقي الناس اتكلمت. اوعى اياك ان تشارك. ليه؟ ده انا ساعات بتكلم عليهم لا تشارك. ليه؟ علشان هم عايزين عمليه الاشاعه،
ازاي الاشاعه؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، هم عايزينك انت مشارك في كلامك، في نقلك في الفيسبوك بتاعتك، تقول او تحط الصوره او انت مشارك. اياك اياك والاعلان، اياك اياك والكلام، اياك اياك تحط لايك او مش لايك او اي مشاركه. ليه؟ انت هتبقى عامل اندايركت مخفي لهؤلاء. وخلي بالك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركهن. خلي بالك انا اقول النقطه اللي تهمنا دلوقتي، لم تظهر الفاحشه في قوم قط. العباره اللي جايه هي اللي تهمنا بقى، الفاحشه ظهرت، قال لك اعمل جنسيه مثليه، قال لك اعمل كذا، ظهرت. اللي انا عايزه من هنا بقى، قد حتى يعلنوا بها، الاعلان هو الكارثه اكثر من الفاحشه. يعني في فاحشه ظهرت، الناس في الامر على فريقين، واحد بيسكت ويستغفر ويستتر اذا بليتم فاستتروا، وواحد يعلن بها. الاعلان، الاعلان، الاعلان بها. وتعالوا نقرا عواقب الاعلان، ده هنا عواقب الاعلان اكتر من عواقب المسألة نفسها، لان انت لو استطرت وسكت الموضوع خلص وربنا غفور رحيم. لكن لو اعلنت ان الذين يحبون ان تشيع، ما انت بتعمل مشارك في الاعلان، حتى يعلنوا بها، الرد بقى اللي احنا الحال اللي احنا فيه، الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. بيجي لهم امراض ما كانتش موجوده. وطبعا انا مش في باب افصل وافسر كميه الامراض اللي احنا بصددها لغايه دلوقتي، مش عارفين اصلا رغم كميه التقدم العلمي الهائل الطبي، مش عارفين نسيطر على المرض او حتى نشخصه او حتى نعرفه، لان لو عرفناه هنعرف نشخصه ومن ثم هنعرف نعالجه. اذا انت غير مشارك، اوعى تشارك. واتبع في هذا الامر سيدنا عمر لما كان بتحصل القضايا دي، كان يقول لك ايه الحل؟ ايه؟ اسكت. كان يقول لك ايه؟ اميت الباطل، اميت الباطل، موته بالسكوت عنه. ومره يقول لك اميت الباطل بهجري، ومره يقول لك اميت الباطل بعدم ذكري، ومره يقول لك اميت الباطل بالسكوت عنه. ما تناقش، ما تحطش صوره، ما تعلقش، عشان تعليقك هيظهر في صفحتك. لا تشارك هذه الاحداث التي تريد ان تغير سمتك وتلعب في دماغك علشان يقال بانك موافق او مشارك او كذا او كذا او كذا. نيجي لنقطة تانية بسرعة عشان الوقت للأسف دهمنا، في عملية اضعاف العقل على المستوى الطبي. نيجي نشوف موضوع الالعاب، الالعاب المؤذية، العاب المصارعة، العاب كذا اللي هي العاب بتاعت العنف. هذه الالعاب كلنا يعلم الان، خلاص ما بقاش في مجال الشك ولا البحث، ان كل هذه الالعاب تسبب لاطفالنا الصغار نوع من الالم العصبي من كتر الفايبريشن او الهزه اللي بتحصل، بتعمل لهم اختلالات في الاجهزه العصبيه بشكل او اخر، بيشتغل على الدماغ. وكفايه ان هو بيبقى قاعد قدام ويفز، قدام اشارات داخله له بالسبع والثمان ساعات، يا اما في البيت يا اما في السايبر. خلي بالك من دماغك يا اخي، خلي بالك من دماغك، خلي بالك من دماغك. انت بتروح تدفع فلوس علشان تبوظ دماغك، خلي بالك من دماغك. انا هقول بسرعه علشان الوقت خلاص، وبعد كده نيجي لنقطه تانية، استهلاك العقل، استهلاك العقل في الكلام، استهلاك العقل في الكلام، لا تدخل في كلام ليس له فائده. نيجي نتفرج مثلا على ماتش، وبعد الماتش ما خلص الكلام ده، هم عملوا اصل اللعيب ده حصل كذا، واصل حصل كمية استهلاك من الطاقة والكلام بتخلي دماغك اصلا تزن من كتر ما انت بتشتغل وتفكر وتجيب اللقطات تاني، وقبليها بتبقى قاعد مركز واخد بالك من كل ثانية، عشان لما تيجي تتكلم مع الشخص اللي هو في الفريق اللي ضدك تبقى عارف هتمسك له ايه وتقول له ايه كذا. طب بالله عليك انت استفدت ايه من المناقشة دي بعد ما خلصته؟ واحيانا كتير بيفضل النقاش لغايه لما بيوصل لحد الزعل بين الاصحاب القريبين قوي. انت استفدت ايه؟ انت استفدت ايه من النقاش؟ انت استفدت ايه في الكلام؟ وانت استفدت ايه في الكلام اللي بتقعدوا تقولوا عليه، اللي انتوا بتقولوا عليه هاري دلوقتي؟
استفدتوا ايه منه غير ان هو تعب للعقل وتعب لانسجه العقل وتعب للجهاز العصبي واهدار للعقل الذي ميزت به والذي كلفت به والذي من اجل هذا العقل ربنا خلقك واداك عمليه ان انت تعبده بعقلك. طيب نعمل ايه يا دكتور بسرعه؟ ما تخشش في عمليات كلاميه كتير جدليه. لا تشارك في عمل من اعمال الباطل، اسكت عنه كانك مش شايف، كانك مش من هنا، كانك ايوه زي ما بيقولوا كده، كانك مش من هنا، كانك ولا تعرف حاجه. اميت الباطل بالسكوت عنه او عدم ذكره او بان انا ما اعرفش عنه حاجه خالص، علشان الكلام هيجيب كلام وبعد كده انت تحيي الباطل واحد هياخده منك تاني ويفضل يناقش. لا تناقش صفحات الحاد، لا تدخل فيها، لا تدخل في قضايا لا تعلم عنها شيء، لان انا احزنني كثير من فتره ان بعض شبابنا، شاب انا اعرفه كويس جدا، قال لي انا بدات اصدق فلان الفلاني ده اللي كان بيجي. بدات اصدق، انا استغربت رغم الولد نشا في نشاه اسلاميه، قال لي انا بدات ان هو بيجيب كلام خلاص. فلا ما تتفرجش لو سمحت، ما تشاركش. اذا اردت كما امرك ربك فاسالوا اهل الذكر، لكن ده بيقول لك انا جمهوري. الوسطى اسلام يقول لك انا جمهوري، من جمهورك اللي تتحدث عنه؟ مين جمهورك؟ بتاع ايه؟ انا جمهوري، جمهورك مين يا ابني؟ من امتى احنا يؤخذ في الدين بالجمهور؟ ايه الكميه لكن الحق مش عليه، حق علي انا، حق علي انا ان انا اقعد اسمع، خلاص. فلا تناقش في الباطل، لا تجعل الاخرين يقررون لك حياتك، ارسل، مهم بقى، تعلم من المنبع، تعلم من المنبع، ارسل رسائل إيجابية لنفسك، ادي فرصة نفسك للراحة والاسترخاء، ادي نفسك فرصة للتأمل والعودة، اقرأ في كتاب الله، ارجع إلى رسول الله، اهتم بالكشف الدوري على نفسك، واحمد ربك على كل حال، فإن الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بكل جميل. سعدت بصحبتكم في هذه الدقائق المعدودة، أتمنى من ربي سبحانه وتعالى أن أكون بلغتكم رسالة لها من الأهمية بمكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مغفرة وعفوا. تركتكم في رعاية الله وأمنه، وحتى ألقاكم لكم مني كل التحية، سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. تطاول ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعثر ركبنا وسط أرتال الركام، إن تضاء لحلمنا أو تناثر في الزحام، إن تطاول ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعثر ركبنا وسط أرتال محمد رسول الله.